بصوت يخنقه سيف الاعتقال تطالب سيدات مصريات بالإفراج عن 21 شابة مصرية معتقلات منذ أسبوعين في الأسكندرية بتهمة تنظيم مظاهرة. قتل النساء واعتقالهن وما يتردد عن امتهانهن في مراكز الاعتقال دفع المعارضين المصريين إلى تخصيص مظاهرات الجمعة الفائت تحت عنوان نساء مصر خط أحمر. وإذا كانت الجهات العسكرية والأمنية والسياسية تتعامل مع المسألة برمتها بشبابها ونسائها كحالة أمنية، فإن السؤال المدوي في مصر اليوم هو عن غياب هيئات المجتمع المدني ولجان حقوق المرأة والطفولة وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة عن هذه التجاوزات. قد يفسر الاستغراب ولا يبرره أن تكون على رأس المجلس القومي هذه السيدة. إجماع 44 مليون سيدة بتقول للفريق عبد الفتاح السيسي سير على بركة الله. السفيرة ميرفت التلاوي التي تقلبت خلال حكم مبارك بكم من المناصب الدبلوماسية والدولية لم يسمع لها صوت بعد مؤتمرها الشهير قبل فض اعتصام رابعة، والذي وزعته بين تعنيف المراسلين الأجانب ثم تعنيف المصريين المخالفين لها. إذا كان هذا موقفك إذن ليس هناك حاجة لوجودك هنا. من فضلك لا تقاطعني. عاوز أعرف الأولاد دول أولاد مين؟ أولاد مين من الجماعات الإسلامية؟ هل هم متخدين من دار أيتام؟ خطك وعطرك فوق سطورك لا هذه إحداهن، لهن آباء وأمهات ومثلها كثيرات قتلن في رابعة وغيرها. لا يعرف ما إذا كانت مأساتهن قد تناهت إلى مسامع سيدة المجلس. في تعليقها على تقرير وكالة رويترز تومسون بأن مصر هي أسوأ مكان تعيش فيه المرأة العربية، ردت التلاوي بأن السبب هم الإخوان المسلمون، دون أن تفسر ما يتعرض له نساؤهم هم ونساء غيرهم من المعارضين من عنف وإيذاء. جل ما يؤرق السيدة ومعها سيدات الشاشات والمنابر الآن هو حجم الكوتا التي ستخصص للمرأة في البرلمان والتمييز في وضعها خارج المؤسسة العسكرية. أما أن تكون خارج الحياة كلها فمسألة فيها نظر.